الفنانة البرتغالية غراسا مورايش استلهمت الأحداث الآنية كموضوع أساسي في لوحاتها. للأسف غالبا ما ننعت الأخبار بالسيئة، والخبر السعيد هنا أنها تحولت إلى مصدر إلهامي، وهذا موضوع المعرض. غراسا مورايش تعتبر من أحد أهم الفنانين التشكيليين في بلادها. المعرض افتتح مؤخرا في أوبورتو في البرتغال. اللوحات تعكس الخوف الذي يلفني عندما ألاحق الأخبار. أعمالها السابقة كانت تتمحور حول علاقة الإنسان بالطبيعة، لكن التطورات الأخيرة ولدت لديها الحاجة للتطرق إلى المواضيع الآنية. أعتقد أن الفن يمكن أن يكون مصدر توعية ويثير الانتباه إلى العدالة، وهذا موضوع يجب أن يتطرق إليه الجميع. إحدى لوحاتها حازت مؤخراً على جائزة كازينو دو بوفوار، وستدخل في مجموعة الكازينو. الكاتب الإيطالي أنطونيو تابوتشي كتب قصة قصيرة عن اللوحة الفائزة بالجائزة.